بمناسبة التعب اللي حضرتك كنت بتعمله وانت في سيدتي الجميلة عشان كمان تبقى في الشغل وبتواظب بين ده وده وبتعمله بكل الحب والشغف، لما حضرتك سمعت ان احمد السقا هيعمل اعادة لمسرحية سيدتي الجميلة كنت متحمس؟ كنت شايف ان ده حاجة حلوة ولا كنت قاريها ازاي او شايفها ازاي؟ والله انا يعني مش متحمس انك انت تمسك حاجه حلوه في وقتها وفي زمانها تعمله تاني باسماء تانية. يعني احنا بنعمل حاجات الريحاني لان الريحاني خلاص عمل كم من مسرحيات وكم عمل مجد كبير واصبح مدرسه كبيره، وبعدين خلص. لما تيجي بعديها ب 20 سنة تعمله يبقى انت بتعمل حاجة من التراث، لكن يعني لسه هي سيدة اتعملت مرة، الجميلة ما فيش تراث يعني. اتعملت مرة، حاولوا يعملوا الرواية دي تاني بالأستاذ، كانت فكرة برضو يعملوها، عملها سمير خفاجة تاني بيسرى، وكان عايز اعمل فيها عمر الشريف، اللي هو كعب عالي كعب عالي، حسين فهمي. استاذ عمر الشريف اعتذر فجابوا حسين فهمي وجابوا كاست كويس قوي معاهم يشتغل، ما نجحوش ولا ذكرى. الاعاده في الحاجات دي اذا ما كنتش تعمل حاجه جديده في التكست في النص نفسه مش هينجح. طب ليه؟ لان الفكره قائمه اساسا على اساس بنت بقعت ورد كوكنز اللي بيتكلموا يا اكا، الاستاذ التاني ده استاذ لغات، فده هو خدها عشان يعلمها تتكلم لغات جيده. حصلت الروايه اما جه في مصر مصروها، جه عملوها نشاله وابوها كذا حرامي واحنا ما كنا اولاد معاه في يعني عملوا عمل معادله. عمل معادلة مختلفة. ما هتعملي قضاوي تاني؟ قدوة مين دلوقتي؟ طيب بغض النظر عن المسرحية، أنا بتستوقفني دايما أستاذ فاروق، مين أصحابك المقربين في الوسط؟ مين أصحابك؟ مين لسه أصحابك اللي بيسألوا عليك، اللي أنت بتسأل عليهم بتشوفهم؟ أنا كان ليا أصحاب توفاهم الله، أستاذ عزت أبو عوف، الله يرحمه، أستاذ هشام سليم، على ألف رحمة أستاذ والله، حسن كامي، كلهم دي رائعين. مجموعة في تقارب ذهني بيننا وبين بعض كنت يعني. بتسألوا عن بعض كل يوم بتتكلموا؟ لا مش كل يوم، لا يعني يعني هم دول صحابي، لأن أنا عندي أصدقاء آخر مهندسين مهندسين بتخرج معاهم بقى؟ كل يوم ثلاثة أو ثلاثة، لا كنا نخرج نتغدى مع بعض، ومنهم ناس وصلوا لمراكز كويسة جدا. دكتور إبراهيم فوزي كان وزير طبعا كان الصناعة وزير ثم وزير الصناعة. الاستثمار، الدكتور عبد المجيد رضوان كان نائب وزير الكهرباء، والدكتور عمر متكيس اللي هو كان مسؤول التسليح في واشنطن، والدكتور محمد البحيري كان ماسك جميع ورش السد العالي. ومقول لجميع الورش دي مهمة خطرة دي جدا مهمة وصعبة، صعبة كمان. طيب وحسن بيه الدخلي كان طلع على المعاش من الجيش أظن أو استدعى أكتر من اللي هو معرفش يبقى إيه، مهندس أيضا والله ذاكرة حضرتك رائعة وجميلة، لكن الثلاثة الفنانين اللي حضرتك أستاذ حسن كامي وأستاذ هشام سليم وأستاذ عزت أبو عوف، لما كل واحد فيهم بيرحل وآخرهم هشام سليم، حضرتك كان بيبقى يعني إحساسك إيه؟ أو يعني بتحس جزء راح من الحياة، جزء حلو راح؟ طبعا مش عايز كلام. صعب انك في الدنيا دلوقتي تلاقي انسان ويل دان بالنسبه لي يعني، يعني احب اتعامل معاه واحب اضحي عشانه واحب اصدقه واحب اديله اسراري واخد اسراره. صعب، الدنيا دلوقتي بقت صعبه مش زي زمان. ف يعني ما اقول لحضرتك الاسماء اللي قلت لك عليها دي اصدقاء ليا
يعني سامي حبيب يعقوب اخو الدكتور مجدي يعقوب كان دفعتي، وسعيد سعد عم سيح كان دفعتي، دول بيبقى بينهم بعض تراسل صراحه واهتمام. صعب انك تلاقي حد كده دلوقتي في الفن كده برضه. مين هصادقه دلوقتي واقول له اسراري؟ انا اقول لك موقف. مره كنت عند منتج واتفقت معاه وخرجت، واحد قاعد من الناس اللي عايزه تشتغل دخل المنتج قال له اذا كان فاروق فلوكس بياخد 100,000 انا هاخد 50. حاجه الكلام ده مش هو اللي قاله لي، اللي قاله لي المنتج. فقال له انت وانت زي فاروق فلوكس ده، فاروق فلوكس انه كويس انه قبل المبلغ ده. اديك صوره، هم الفن للاسف الشديد انا اولا وانت عاشرا، ده اصعب معادله في الحياه دي، وهنا بقى اصعب بتخلي الحياه قاسيه جدا. طبعا خلينا نقول لك اخر حاجه، احنا نفسنا نقعد مع بعض كتير كتير، ان احنا كلام كتير وحكاياتك دايما مدهشه. انا ما بشبعش ولا احنا انت وحشتني، موسوعه حكايات حلوه جميله. الله يخليك. انت فن وهندسه وزمالك، كان نفسك تبقى حارس مرمى. لسه انت زملكاوي لسه بتشجع الزمالك؟ انا انا اهلاوي حتى النخاع. اهلاوي حتى النخاع. كان سؤالا ظهر الحق. انت زملكاويه؟ اهلاويه. انا زملكاويه. هي زملكاويه. كان نفسي حضرتك تكون حارس مرمى؟ لا انا كنت وانا صغير واحنا في حدين كان بيجي شريف الفار، وده كان لعيب كبير قوي في الزمالك، وكان في فتحي خطاب ده كان لعيب كبير في الاهلي، بيعمل فرقتين من الولاد بتوع الحي. فانا كنت بلعب بقى في جون. ففي يوم كانوا بيلعبوا على صندوق بيبسي يعني اياميها، وانا بقى واقف جون، الكوره اتشاطت فنزلت اجيبها امسكها، اتاريخ خارج الكوره، كوره من فوق، وانا بطلت بعديها خالص. بطلت. استاذ فاروق والله انت عادتك حلوه وكل سنه وانت طيب، بس لولا الوقت يعني خساره. ارجو ان انا اكون قلت حاجات مفيده. انت يعني مجرد الحوار معاك وان احنا نسمعك وانت بتتكلم دي اكبر حاجه مفيده موجوده. حضرتك زي حضرتك من ده شرف ليا، شرف ليا. حضرتك حكاء جميل والكتاب رائع، وبندعوكم ان انتوا تقروه الزمن وانا، لان في مصر اللي ممكن ما نعرفهاش او ما عشناهاش، وفيها تفاصيل كتير جدا، وفيها شخصيه عصاميه وناجحه ورائعه. اسعدتنا ونورتنا. انا متشكر ليكم جدا، وانتوا ستات جميلات. ربنا يخليك. شهاده نعتز بيها.